جامعة القاهرة دي جامعة عريقة جدا، طبعا هي أقدم جامعة حديثة في مصر، واتعملت 1908. عدد أعضاء هيئة التدريس في جامعة القاهرة أكثر من 25,000 عضو هيئة التدريس، فليهم إيه يعني النشر الدولي بتاعهم بيبقى عالي جدا. جامعة القاهرة خرج منها ناس خدت جائزة نوبل زي نجيب محفوظ وزي ياسر عرفات، فإذا جامعة القاهرة جامعة عريقة جدا. فلو هي التصنيف الدولي زي تصنيف مثلا شنغهاي اللي هو الصيني، جامعة القاهرة طبعا من أحد التصنيف الجامعات العظيمة جدا. الجامعة الأمريكية فيها 400 عضو هيئة تدريس، يعني ايه يعني واحد على ايه على 20 من جامعة القاهرة، وفيها 5,500 طالب، كل الطلبة اللي في الجامعة الأمريكية دول 5,500، يعني سيكشن كده في جامعة القاهرة، يعني اللي بيمشوا بيتمشوا كده قدام الايه قدام القبة الصبحية قبل ما يعني ايه قبل ما يجي الطلبة هتلاقي هم ايه دول قاعدة. ولكن لو انت بتتكلم على التصنيف بتاع مثلا الكيو اس او تايمز هاير اديوكيشن، فهتلاقي ان الجامعة الامريكية تصنيفها عالي، لان هنا هوت بتعتمد على حاجات اخرى غير الايه غير الكمية، على الكيف وليس الايه وليس الكم. الكيف بقى بيكون ايه بالظبط؟ يعني لو انت اخر تصنيف طلع هو بتاع التايمز هاير اديوكيشن اللي هو الانجليزي، طلع الجامعة الامريكية رقم 122 على العالم، الجامعات المصرية كلها بعد كده هي رقم 3 على افريقيا ورقم 6 على الايه على الشرق الاوسط بعد بعض الجامعات الاسرائيليه طبعا وبعض الجامعات البحثيه السعوديه اللي هي اسمها زي حاجه اسمها جامعه الملك عبد العزيز. فهي دي هي دي الايه ده ده الفرق. لكن ما بقول لك انت مش هتقارن حاجه بحجم جامعه القاهره فيها 250,000 طالب بحاجه زي جامعه الامريكيه اللي فيها 5,500 طالب.